الصبح بدري عشان يجوا يأدوا الدور الواجب الانتخابي بتاعهم والواجب الوطني بتاعهم. ده كلهم يشكروا بصراحه والله. في وعي وطني يا شباب. يا حكيم صباح الفل. في وعي شايف انت. يا مصر يا مصر. تقول ايه الوعي الوطني الموجود ده دلوقتي؟ الوعي الوطني. الوعي الوطني انا شايف على بصراحه قبل ما انزل من البيت وشايف في التلفزيون حاجات ما شاء الله يعني. السلام عليكم. يا جماعه بقى الزيت يلا نعدي بسرعه. انت ما تسوقنيش طيب.